يعني حديث من قبل أحد رؤساء أحزاب المعارضة التركية وهو يشير إلى أن هناك شاب سوري قام بسرقة هاتف أحد عمال الإنقاذ في موقع بناية متهدمة وقام بنشر صورة لهذا الشاب. ليخرج هذا الشاب في وسائل الإعلام التركية يقول بداية: أنا لست بسوري، أنا تركي، وهذا الهاتف هو هاتفي، وما أتيت لهذا الموقع إلا من أجل المساعدة، وهذا الرجل يكذب عليكم. كان هذا الشخص هو أوميت أوزداع رئيس حزب النصر التركي الذي ليس لديه في برنامجه الانتخابي سوى هدف واحد وهو طرد السوريين. وبدلا من أن يتحدث عن ضرورة إغاثة الملهوفين والمنكوبين في هذه اللحظات الحاسمة من عمر الدولة التركية يتحدث ويشير إلى أباطيل واتهامات مزيفة. هؤلاء مع الأسف الشديد ينفخون في النيران ونحن نعيش هذه الكارثة الكبيرة، ولكن الشعب التركي يرد عليهم ونحن نشاهد هذه الملاحم البطولية الإسلامية من قبل مختلف الفئات داخل تركيا، والحكومة التركية الآن تضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء وتقوم بمجهودات جبارة من أجل إنقاذ الجميع. الجميل أيضا من خلال الشهادات بأن فرق الإنقاذ، لأن لديهم بالفعل قلوب ولديهم بالفعل وازع ديني، لا تفرق بين السوري أو التركي، تهب من أجل مساعدة الجميع. وأتحدث هنا عن الأتراك، لذلك جزى الله كل من يقدم أي شيء ملموس لهؤلاء ضحايا الخير.